مرحبا بكم على قناة إنيفيرساليس للثقافة والفن. اليوم نفتحوا واحد الورش جديد، لكن خاص في الحقيقة نفتحوها من قبل، وهو ورش من أجل استرجاع سلطة العقل. الهدف هو نشر شيء من التنوير لإيقاظ العقل من هذا السبات. الحلقة الأولى من هذا المشروع التنويري اختارينا لها عنوان حكاية رجم القردة الزانية وتغييب العقل. من غادي تطلعوا على هذه الحكاية غادي تشعروا بنفسكم بأن عقل العربي المسلم يعيش واحد الأزمة كبيرة، أزمة فراغ. كيفاش نتجت؟ نتجت نتيجة سيطرة الفقهاء على العقل والعبث به وتغييب هذا العقل كليا على الواقع. طبعا غادي نقربوا من هذه الأزمة بقراءة رواية لأثر ورد في صحيح البخاري وتناقلته مجموعة من المصنفات. جاء في الصحيح باب المناقب القسامة في الجاهلية رقم الحديث 3560 عن عمر بن ميمون وهو من الصحابة رضي الله عنه قال: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قرادة قد زانت فرجموها فرجمتها معهم. هذا الحديث باختصار ما كيتعلقش بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو متعلق بما رأى هذا الصحابي في الجاهلية وبما رواه على أنه حقيقة وقعت، وكيف أن البخاري أخذ هذه الرواية وضمنها الكتاب، يعني كتاب صحيح البخاري الذي نعتقد دائما بأنه أصح كتاب بعد القرآن الكريم. كما جاءت هذه الرواية أو وردت في الكثير من المصنفات، مثلا وردت في معرفة الصحابة لأبي نعيم الإصبهاني باب العين برقم 4583، وردت في فتح الباري لابن حجر في الجزء السابع رقم صفحة 121، وردت أيضا عند ابن حجر في الإصابة الجزء الخامس رقم صفحة 120، وردت في ابن الأثير أسود الغابة الجزء الرابع رقم صفحة 134، وردت أيضا في تهذيب الكمال للمزي الجزء 22 رقم صفحة 265، وردت عند ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث رقم صفحة 237، وردت في تفسير القرطبي للقرطبي الجزء الأول رقم صفحة 441، وردت أيضا في التعديل والتجريح لسليمان بن خلف الباجي الجزء الثاني رقم صفحة 860. إذن موجودة في صحيح البخاري، موجودة في الكثير من المصنفات التي تعتبر من أهم مصنفات رواية الحديث. الحكاية أثارت جدلا كبيرا بين رافض لها وبين قابل لها وبين مفسر لها. إذا لهذا غادي نشوفوا كيفاش تعاملوا معها القدامى وكيفاش تعاملوا معها الفقهاء المعاصرون ديالنا. الحكاية كما وردت في صحيح البخاري في الجزء الثالث صفحة 1397، يعني باختصار باش ما نطولش عليكم، هي أن واحد القرد كان مزوج قردة، هو كبير في السن وهي صغيرة، كانوا جالسين مع في واحد البلاص. القردة جالسة، القرد الشيخ بغى ينعس، دار راسو على الفخذ ديالها ونعس. كان واحد القرد شاب بعيد شاف القريدة الصغيرة غمزها، هي هزت راس القرد الكبير
دارته فوق الحجرة ومشات مع القرد الشاب فنكحها. رجعت حاولت باش حيدت الحجرة وحاولت باش تحط راس الزوج ديالها الفخذ ديالها لكنه فاق، شم الدبور ديالها بقى كيغوت يغوت يغوت يغوت. اجتمعوا القرادة كلهم مشاو واحد اللحظة من الزمان، ومن بعد رجعوا مشاو جابوا القرد الذي نكح هذه القردة، ومشاو لواحد البلاصة فيها الرملة حفروا لهم ردموهم للنص وبداو يرجموهم حتى ماتوا. الرواية اللي كيرويها عمرو بن ميمون كيقول بأنني أنا شاركتهم الرجم، وفي الأخير قبل ما يكمل هذه الحكاية ديالو غادي يقول والله لقد رأيت الرجم قبل أن يبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الآن أظن أن العقل ما غادوش يقبلها، ولكن كيفاش تقبلت عند القدماء ديالنا؟ وهل سيقبلها الفقهاء في عصرنا هذا؟ دابا غادي نشوفوا كيفاش تعاملوا القدامى. عاشوا واحد الحيرة، العقل ديالهم طبعا راه ما قبلهاش، ولكن ما عندهمش حيلة أخرى من غير القبول ديالها. علاش؟ اللي ما قبلوهاش يعني غادي يتهموا عمرو بن ميمون بالكذب، يعني هذا غادي يؤدي بنا الى ويؤدي بهم هما طبعا الى الشك في الكثير من الامور. الى ما صدقناش اساسا عمرو بن ميمون وجات وشفنا بلي ان الحكايه موجوده في البخاري في صحيح البخاري، يعني ان صحيح البخاري فيه واحد الحاجه اللي كذوب، وإلا قلنا بأن فيه واحد الحاجة واحد الرواية اللي كذوب يعني ما غاديش يبقى أنه أصح كتاب من بعد القرآن. إذن هذا هو الإشكال، الإشكال اللي سقطوا مساكين الفقهاء ديالنا القدام على بقاو كيناقشوا كيفاش غادي يبرروا باش يقبلوا هذه الحكاية واخا أنها لا علاقة لها بالعقل ولا بالمنطق إلى غير ذلك. دخل ابن كثير أش قال؟ قال هاد القرودة اللي رجموا هاد القردة ربما كانوا من نسل اليهود الذين مسخهم الله، يعني اليهود كان عندهم الرجم، الزانية ترجم في اليهودية ولكن غير المرأة التي ترجم، الرجل لا ما يترجمش. إذن كيفاش فسر ابن كثير؟ قال لأن هاد القرودة اللي شافوهم هاد الصحابي هما يعني من نسل تاع داك اليهود اللي مسخهم الله، وهكذا بقى بيناتهم وبقى فيهم هاد حد الرجم. لكن البخاري غادي يدخل ويقول له لا اسمح لي ما متفقش معك في هذا الامر. علاش؟ لان سبق للرسول وضح لنا وقال لنا بان لا نسل لقوم مسخوا. فرضية ابن كثير باش يبرر هذه الحكايه اللي معقوله مشات مع الواد. البخاري رفض فرضيه ابن كثير وجاب واحد الفرضيه حتى هو اخرى، قال هاد المجموعه تاع القراده اللي رجموا هاد القرده يمكن يكونوا عاشروا دوك القرودة اللي مسخهم الله، وشافوا كيفاش دوك القرودة اللي مسخهم الله حافظوا على حد الرجم فأخذوه عنهم. ويزيد يقول أن القرادة تختلف الحيوانات، عندها شي حاجة الذكاء، عندها شي حاجة، إذن هي تعلمت من هذوك اللي مسخهم الله وجات المناسبة ورجموا هذه القردة. هنا أظن أن البخاري يدخل بنا في واحد المتاهة أخرى تجعل بأن العقل صافي راه ما بقى فيه حتى حاجة، لا غادي نآمن
بين هذا الشيء اللي كيقول البخاري في هذه اللحظه، في هذا التفسير، انا كنقول في هذا التفسير، فاظن ان يعني كان خلل في العقل، وخلل كبير في العقل منذ القديم، ماشي غير في الحديث، وانما منذ القديم. دخل فقيه اخر من رواة الحديث ابن عبد البر استنكر قصه عمرو بن ميمون، ولكن يعرف بلي ان استنكر هذه القصه واظهار بطلانها ماشي في صالحه هو، وماشي في صالح المصنفات كاملين اللي مصنفين، ماشي في صالح الاسلام، هذا ما كانوا يعتقدون، ولكن اضروا بالاسلام بحيث انهم جعلوا من العقل مساله غير زايده في الانسان، ما عنده ما يدير به. الا كنا غادي نامنوا بهذا الشيء اللي جا به صحابي عمرو بن ميمون، الا كنا غادي نامنوا به، يعني العقل راه غير زايد عندنا، ما عندنا ما نديروا به، يمكننا نحيدوه، وراح حيدوه لنا طبعا الفقهاء ديالنا. ابن عبد البر اش قال باش يحاول ما امكن ان يحفظ مع الوجه؟ قال بان الحيوانات غير مكلفه، هنا بالنسبه للزنا راه ما مطروحاش عندهم، وهذا منطقي، ولكن الى شد في هذا التبرير غادي يضرب نهائيا هذه الروايه. اذا لهذا اتجه واحد الاتجاه اخر، وقال بان هذوك القراده يمكن يكونوا من الجن، والجن مكلفون. إذن منفاش ابن عبد البر الحكايه، وقال انا يعني عوض ان انفيها نهائيا، انا ارجح ان تكون تلك القراده من الجن. إذن لاحظوا بان مساله غير منطقيه دفعت الفقهاء باش يفتحوا واحد الجدل. انا عطيتكم غير صوره مختصره على هذا الجدل اللي كان تما حول هذه الحكايه، وحول انهم كلهم يعني حاولوا ما يمكن باش ما ينفيوش الحكايه، وانما حاولوا باش يغطيو على تفاهه الحكايه ويعطيوها واحد المبررات اخرى. عرفنا موقف الفقهاء القدامى من هذه الروايه، روايه القرده الزانيه التي رجمت. غادي نشوفوا دابا موقف الفقهاء الذين نعيش معهم الان، هل سيستفيدون من العلم الذي اثبت بان الحيوانات ما عندهمش علاقه جنسيه، انما عندهم توالد، ان العلم اثبت بان التوالد يكون دائما بيد الحيوان الاكثر قوه. عارفين بان مجتمعات القراده يعني كيكون فيها بعض واحد ولا جوج ولا ثلاثه اللي هما اخويا، هما اللي سيطروا، هما اللي يلقحوا ويتولدوا مع كاع الاناث. كايناش ان قرد يغمز قرده ويلغى لها باش يمارسوا الجنس، هذه ما كايناش في الحيوانات نهائيا، هذا العلم اثبت ذلك. لكن الفقهاء ديالنا اليوم واش غادي يستافدوا من العلم؟ واش غادي يستافدوا من العقل؟ مشكل مأساوي ان الكثير من شيوخنا اليوم يستدلون بهذه القصه كدليل قاطع على وجوب اقامه الرجم كحد للزنا. يعني كيقول لك بان الله دار هذا الحد، وهذا الحد راه مطبق حتى عند الحيوانات، إذن كيفاش حنا غادي نتخلاو عليه؟ والقرادة طبقوا حد الزينة وحنا ما نطبقوش. حتبقى حنا ما نناقشوش دابا حدود الشرع وحدود الله إلى غير ذلك، حنا ما كنناقشوهاش، مسألة منزلة ياك. ولكن الحاجة اللي نناقشوها هي أن داكشي اللي تقال واللي رواه عمرو بن ميمون هو كمان ما عنده حتى مصداقية. من الفقهاء المعاصرين الذين صدقوا هذه الحكاية ودافعوا عنها
أذكر يحيى بن موسى الزهراني، هذا الفقيه كتب الكثير في هذا الأمر، وبطريقة أحيانا درامية بطريقة قصصية تقترب من أسلوب روميو وجولييت، يبين تلك العلاقة اللي نشأت ما بين القرد الشاب والقردة الشابة، والتي انتهت في آخر المطاف برجمهما. ولكن فين غادي يكون يعني المشكل؟ وهي أن هذا الفقيه غادي يختم الهضره ديالو على ما ورد في الصحيح بقوله: هذه القصه ليست من نسج الخيال او ضرب من الامثال، بل هي قصه صحيحه موجوده في صحيح البخاري مختصره وفي غيره مطوله، رواها عمرو بن ميمون رضي الله عنه، وهو صحابي جليل، والصحابة كلهم عدول كما هو معلوم عند العلماء وغيرهم. ومن أشهر الفقهاء اللي تناولوا هذه الحكاية، غادي نذكر مثلا الشيخ العريفي والشيخ الحويني، وهذان الشيخان أكدا على ضرورة تصديق هذه الحكاية، خصنا نصدقوها، وكأن عدم تصديق هذه الحكاية غادي يولي لنا نوع من الكفر. ورا سابقا قلنا بأن علاش كيلحوا على التصديق، لأن إلا كذبنا غادي نكذبوا بزاف الحوايج اللي موجودين في صحيح البخاري، غادي نشكوا، ومن طبيعة العقل الشك هو أساس الوصول إلى المعرفة. باش تكون عندكم واحد النظرة حول موقف العريفي والحويني، غادي نقول لكم واحد جوج مقاطع صغيرة من فيديو هيني يخاطبان فيهما جمهور واسع، ويتكلموا على هذه الحكاية على أنها فعلا هي حكاية صحيحة وصادقة. بل يقول بعض الصحابة، يقول: رأيت وأنا في الجاهلية قرودا ترجم قردة. والحديث في البخاري، قالوا له: كيف؟ قال: كنت أرعى الغنم، أظنه بن مسعود رضي الله عنه أو غيره، يقول: كنت أرعى الغنم فأقبل قرد كبير معه قردة صغيرة يعني أو أصغر منه، أنثى يعني، فجاءت ووضعت له فخذها واضطجع برأسه عليه ونام، فأقبل قرد آخر فغمزها فنظرت إليه، ثم أخذت حجرا ووضعته مكان رجلها ورأس القرد الكبير عليه وذهبت معه. يقول: فواقعها وأنا أنظر، واقعها كما يواقع الرجل المرأة يعني، ثم رجعت وصارت توخر الحجر حتى تضع رجلها مرة ثانية، فاستيقظ القرد الكبير. يقول: وجعل يشمها ثم صرخ بالقرود واجتمعوا، وجعل يصرخ بهم، ثم أخذوا الحجارة وأخذوا يرجمونها. هذا في البخاري. فأنا لا أفهم واحد يقول لك: أنا مش مصدق الحكاية دي، مش مصدق الحكاية دي، يعني إذن عمرو بن ميمون كذاب، وهذا لم يقله أحد من العالمين، بل عمرو بن ميمون كلمة إجماع، كلمة إجماع. يبقى ما بقي إلا أن تسلم أنه رأى، لا سيما أن الأسانيد إلى عمرو بن ميمون صحيح. طيب، يبقى قد صح ما رأى، يبقى تأويل ما رأى، هو ده اللي هو معترض عليه، يبقى في التأويل. التأويل حتى أنت لو كذبت عمرو بن ميمون في تأويله يبقى صدق خبره، تمام الكلام؟ ده كلام أهل العلم، ما ينفعش غير كده، بالذات في أخبار من مضى. أخبار من مضى عمدتنا فيها النقل، ملناش أي حيلة في من مضى من جهة التصديق أو التكذيب إلا
النظر في حال الناقلين. طيب، عمرو بن ميمون قال رأيت، إذا رأى 100% هو رأى. من كل هذا نخلص إلى أننا نعيش فعلا أزمة عقل، أزمة تغييب العقل، أزمة ناتجة عن إجبارنا من طرف فقهاء على إقصاء العقل، ويحاولوا يطحننا ويبينونا بلأن العقل معنا ما نديروا به، غير خليوه ناعس. علاش؟ لأن كاين حقيقة واحدة، العقل ما محتاجش وما يمكنش أصلا في نظرهم أن العقل يمكن له يوصل إلى حقيقة ما. إذن الحقيقة كاين واحدة، والحقيقة اللي كاينة هي حقيقة مطلقة. وفين توجد هذه الحقيقة؟ عند من توجد هذه الحقيقة؟ توجد عند الفقهاء. التسليم بهذه الطريقة هو الذي كبلنا، وهو الذي لم يسمح لنا بأن نتغير. إذن كي نتغير لابد أن نفكر فيما يقوله هؤلاء الفقهاء، نشوفوا نخدعوا هاد مثل هذه الحكايات، نخدعوهم للعلم. العلم راه جاوبنا على بزاف الحوايج، وكما قلت لكم سابقا العلم راه عطانا مجتمع القرادة كي داير عايش وكيفاش يكون التوالد عندهم، وعارفين بلي ان في الحيوانات ما كاينش علاقة جنسية، كاين علاقة التوالد، وعلاقة التوالد كتكون للحيوانات التي تسيطر على القطع، هي اللي كتولد، الاخرين ما يسمحوا لهاش، لان كاين واحد اللي هيرارشي، كاين واحد الهرمية في المجتمعات الحيوانية وخص كل واحد يلتزم بها، وإلا غادي ياكل العصا. إذن العلم ورانا هذا الشيء، ويجي الفقيه ويقول لك بأن القرد الشاب غمز القردة وداها ونكحها، عاقبهم الزوج ديالها بقى يغوت، جاو القرادة شدوهم بجوج أرجموهم وقتلوهم. والمشكل أن الراوي عمرو ابن ميمون يقول بأنني أرجمت هذا القردة معهم. إذن كيفاش احنا غادي نعيشو في هذا الغباء؟ أظن أنا الوقت باش نحركو شوية العقل ديالنا، وباش نرجعو شيء من السلطة لهذا العقل. أقف عند هذا الحد على أساس أن نلتقي قريبا، ولكن لا تنسوا انخرطوا في قناتنا يونيفرساليس للثقافة والفن. مع السلامة.